السلام عليكم دكتور حسن. النهارده ان شاء الله احنا موجودين في مهرجان التمور الاول في الواحات البحريه، فعايزين نعرف من حضرتك احنا هدف الزياره من معرض المهرجان النهارده ايه؟ والله يعني هدف الزياره طبعا مهرجان التمور ده كان المفروض يعني يتعمل من زمان قوي، ويمكن ده اول مهرجان تمور يتعمل في مصر في الواحات البحريه. اسف، الموضوع مهم جدا وانا شايف فيه اقبال كبير جدا من الناس اللي هي مهتمة بزراعة النخيل والناس اللي بتزرع نخيل بالفعل بانواعه، سواء الانواع المصرية او الانواع الخليجية. احنا جايين طبعا نتعرف على فعاليات المؤتمر ونشوف الناس حبايبنا، وفرصة ان احنا برضو زي اي مهرجان ان احنا نتعرف على الشركات الموجودة، سواء شركات تنمية زراعية أو شركات مختصة بزراعة النخيل أو كده. اولا مبدئيا احنا كده عايزين نتكلم شوية على الطاقة الشمسية، احد وسائل الطاقة البديلة في الصحراء ومفيش غيرها في الصحراء. يعني باش مهندس تعرفنا بنفسك. حضرتك محمود علي، شركة فيوتشر باور. محمود علي، شركة فيوتشر باور للطاقة الشمسية وحفر الابوار العمق. طيب مبدئيا انا عايز اخد فكرة عن موضوع الطاقة في المنازل، يعني انا بسأل على الطاقة في المنازل مش طاقة الابيار وكده، لسه هنخش على طاقة الابيار بعدين، بس انا مهتم شخصيا ان انا اعرف الطاقة بتاعت المنازل ايه. حضرتك بالنسبة لطاقة المنازل فيها، يعني عايز اقول لحضرتك ان هو اتجاه الدولة ده كلها دلوقتي للطاقة النظيفة، تمام، واحنا دلوقتي بنقدر نشتغلين تعاقد مع شركة الكهرباء، تمام، في تعاقد مع شركة الكهرباء احنا دلوقتي متعاقدين معاهم ان احنا بنقدر ان احنا نعمل كونتاكت رابط ما بين الشبكة العامة وما بين الشبكة اللي حضرتك. الكلام ده حقيقي ولا يعني اصلا انا سمعت الكلام ده؟ ما يعني انا لو عندي كهرباء زيادة في الشبكة بتاعتي، الطاقة بتاعتي، هصدر للدولة هيدولي فلوس يعني؟ لا، احنا كانت الاول ان انت بتاخد فلوس، بس دلوقتي انت بتاخد كيلو وات بدلها. تمام. يعني بمعنى ايه؟ حضرتك مثلا لو حضرتك هتعمل محطة بتنتج 3 كيلو وات، تمام، بتنتج 3 كيلو وات في الساعة، خلاص المحطة دي حضرتك مثلا لو هنفترض مثلا ان حضرتك ما بتشتغلش، ما بتستخدمش الاستهلاك بتاع ال 3 كيلو، تمام، فهيبقى عندك فائض مثلا استخدمت 2 كيلو، فالفائض دول بناء على الاعداد التبادلي اللي هو الخاص بشركة الكهرباء، تمام، الاعداد التبادلي الكهرباء اللي حضرتك بتنتجها طالما حضرتك مش مستخدمها لو في فائض انا هدي للشبكة، لو انا عندي عجز هاخد من الشبكة. حضرتك لما تدي للشبكة حضرتك بتاخد عدد كيلوات معينة هتديهم للشبكة، هتتحاسب عليهم بنفس الصورة اللي حضرتك كنت بتدفع. لا بل بقى عكس بقى، ان حضرتك لما تدي الشبكه لو حضرتك فاتورتك 1500 ممكن فاتورتك تبقى 500 جنيه. تمام، ممتاز. طيب انا عايز اخد فكره، انا لو عندي بيت هشغل مثلا شاشه تلفزيون، هشغل مروحتين، هشغل ثلاجه، اربع خمس لمبات، تمام، احتاج طاقه قد ايه؟ الثلاجه اربع خمس لمبات، يعني ده بالنسبه دي كده، يعني حضرتك كده المثال ده بالنسبه للمزرعه صح؟ بيتي في المزرعه عايز اشغل فيه ثلاجه، تلفزيون، مروحه، غساله، هتبقى قدره 1 كيلو وات، دي كافيه جدا. 1 كيلو؟ 1 كيلو. طيب قول لي بقى المدخلات او الاجهزه اللي انا هحتاجها. الاجهزه حضرتك احنا شغالين، احنا لوحدين موظف معتمد شركه سوليتيك، احنا شغالين في جينكو مونوبيرك، ده احدث تقنيه. جينكو مونوبيرك. مش بولي. مش بولي، لا. تمام. حضرتك المونو. كل السوق كان شغال بولي في الاول. بس احنا دلوقتي شغالين مونو بيرك. المونوبيرك ما فيهوش فقد، المونوبيرك حقق نجاحات رهيبه جدا، وبالذات في وقت الغروب وفي وقت الغيوم. ايوه. حضرتك لو تعرف يعني في الغيوم بيبقى فعال اكتر من البولي. ايوه طبعا. تمام. وريني كده الانفرتر ده.
الانفرتر ده اوبتي سولر. تمام. اوبتي سولر. ده صناعته ايه؟ تايواني. تايواني. ده الوحيد من نوعه اللي هو تايواني في السوق المصري. تمام. ده قدرته قد ايه؟ حصر عندنا ده 3 كيلو. 3 كيلو. 5 كيلو. وده 5. كل المقاسات متوفره عندنا بس طبعا. الاقي 2. في كيلو. هو كيلو. الاقي كيلو. في كيلو. طب الكيلو بيبقى عامل كام؟ الكيلو هيبقى عامل في رينج 3500. 3.5. ال 3 كيلو كام؟ ال 3 كيلو عامل حوالي 9.5. 9.5. 5 كيلو عامل حوالي 12.5. 12.5. طيب نخش بعد كده. بعد الانفرتر بحتاج ايه حضرتك؟ هو السيستم بيبقى عباره عن خلايا انفرتر. الانفرتر ده هو محول، ان هو بيترجم الكهرباء اللي هو مجمعها اللوح من الشمس. أيوة. بيترجمها الكهرباء 220 اللي حضرتك بتقدر تستخدمها من مستمر المتردد. ايوه. تمام. بتقدر تستخدمها في المنزل. وبتبقى البطاريات الاجهزه بتاعتنا الحمد لله هايبرد، وحاجه اسمها هاندي يعني بيشتغل بدون بطاريات. كل اجهزه الطاقه الشمسيه الموجوده في السوق بتشتغل بطاريات. احنا الوحيدين اللي عندنا حصر الجهاز ده بيشتغل بدون بطاريات. تمام. ليه بدون بطاريات؟ حضرتك ممكن تكون في مزرعه، ممكن يحصل عندك عطل في اي وقت، فانت مش هيبقى ما بيحتاجش بطاريات نهاري. يعني انا دوت والالواح وبس. بالنهار لو حضرتك تشغل نهاري. بجد؟ من غير بدون بطاريات نهاري. لا ده انا عايز اشغل نهاري وليلي. نهاري وليلي، ما هي دي حاجه كويسه. هو الجهاز كده كده بيشغل نهاري وليلي. الليلي هيبقى البطاريات عشان التخزين. اوكي. تمام. بالنسبه للنهاري يا فندم، النهاري حضرتك احنا بنقول لو حصل عطل عندك في المزرعه وحصل عندك مشاكل في المزرعه، حضرتك ما تقدرش تقعد طول اليوم مثلا على ما نصلح الصيانه، ان انت من غير بطاريات. فاهمني؟ تمام. حضرتك بتشتغل من الشمس للبيت مباشر. اوكي ماشي. تمام. بالليل هحتاج بطاريه قد ايه بقى؟ تمام. حضرتك على حسب استهلاكك. ما هو يعني لا يعني انا هحط دلوقتي الانفرتر ال 3 كيلو ده ومعاه الالواح اللي تكفيني 3 كيلو او اللي انا هحتاجه. هو حضرتك 3 كيلو حضرتك ممكن ما تسدوش ال 3 كيلو. اوكي ما انا فاهم. لو حضرتك مزرعه. تمام. احنا بنبدا الموضوع بالنسبه للاحتياج. يعني انا حضرتك ببدا معاك السيستم مثلا لو انا نفترض 5 خلايا. تمام. 4 بطاريات. 5 خلايا. الخليه كام واط؟ 540 واط. 540 في حوالي 2 كيلو ونص. تمام قوي. عاوز عليهم بطاريه قد ايه؟ حضرتك هتعوز عليهم بطاريه؟ لا يعني كمزرعه انا بفكر ان احنا نبدا باربعه الاول. 4 بطاريات. البطاريه الواحده كام امبير؟ 200 امبير. 200 امبير. سعر البطاريه ال 200 امبير؟ سعر البطاريه طبعا احنا عندنا الاسعار دلوقتي عشان مشاكل الشحن. انا عارف. ال 200 امبير الصيني عامله 3500. الكوري الصيني دي باور سيف معتمده جدا ضمان سنه. تمام. الصيني دي ضمان سنه. ضمان سنه. اسمها باور سيف. تمام. الكوري اسمها نيو ماكس. اسعار يا باشا. انا عايز اسعار على الصين. 3500 عشان خاطر المعرض مش هزعلك. ماشي. تمام. والكوري 5700. 5700. تمام. تمام. طيب وكده يبقى احنا ما ذكرناش الالواح. اسعار الالواح. اسعار الالواح. الكيلو بكام؟ حضرتك الكيلو بكام؟ الكيلو دلوقتي احنا بنطلع الكيلو عباره عن شاسيهات. شاسيهات ثابته زي العيانه الموجوده عند حضرتك. خلايا جينكو مونو بيرك انفرتر. بنطلع الكيلو ب 7700. 7700. ثلاث ايام بس. العرض ده لمده. ده عرض ممتاز على فكره. ثلاث ايام بس مش تحصل تاني. عايزين ارقام تليفوناتك واسمك. حضرتك انا محمود علي شركه فيوتشر باور. المقر الرئيسي في الواحات البحريه البويطي في بجوار البوابه. المقر الرئيسي اللي هي الإدارة الأم في المرغني أعلى سوبر ماركت ألفا. تمام. حضرتك تليفون 010-50-11-351 010-50-11-351 010-90-34-93-40 90-34-93-40. شرفتونا يا فندم. انا عايز اسال سؤال اخير. تقسيط معاكم ولا الشغل كله كاش؟ احنا متعاونين مع البنك الاهلي وبنك السي اي بي وبنك مصر. تمام. يعني تقسيط من خلال البنك. طيب ممتاز. يعني. تمام تمام. احنا بنحاول نقلل التكلفه على العميل فمش عايزين نقلل التكلفه. احنا كل هدفنا ان العميل ان احنا بنديله طاقه نظيفه ونقلل عليه التكلفه عشان خاطر هو يقدر يحسن المنتج بتاعه ويطلع لنا منتج تمور كويس. ان هو بدل ما يوفر الفلوس، بدل ما عمال يدفع في السولر وفي البنزين، لا هو يوفر الفلوس دي ويحطها اسمده ويحطها غذاء للنباتات، هنطلع بمنتج كويس يشرف بلدنا وهنستخدمه في التزيين. بالتوفيق يا هندسه. متشكرين جدا.